الآن في الأجهزة الحديثة، مسألة المجاهرة، بعض الناس فعلا وصل إلى هذه المرحلة وأصبح يهتك ستر الله عليه بتصوير نفسه في قبائح شنيعة جدا، ثم يبعثها في مرسلة في الجوال، يراها كثير من الناس، يراها كثير من الناس، وتبقى ثابتة. هذا كله من عواقب المعاصي. هل هؤلاء الذين يعني يفعلون مثل هذه المجاهرات بالمعاصي، يصورون أنفسهم في أشياء شنيعة جدا وأمور قبيحة لا تليق، هل كانوا هكذا من أول الأمر؟ لا، وضعوا أقدامهم في المعاصي خطوة تلو الأخرى إلى أن حصل هذا الانسلاخ للقلب، فأصبح لا يستقبح المعصية. إذا أصبح لا يستقبحها يصل إلى درجة المفاخرة فيها وتعجب نفسه بها، فيهتك ستر الله سبحانه وتعالى. قال: وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. في زماننا هذا ما أصبح يحتاج أن يقول ماذا عملت، ما يحتاج الآن في زمان يصور نفسه والعياذ بالله، ما يحتاج يقول للناس ولا يحتاج أنه يقابل فلان ثم فلان ثم فلان، مشوار طويل، يضغط زر واحد في لحظة واحدة وتذهب للعالمين، يهتك ستره على الملأ، على العالمين كلهم. ولهذا يحتاج فعلا أن ينتبه إلى أن الجوال يعد شؤم على كثير من الناس إلا من رحم الله وعافاه الله. ولهذا يا صاحب الجوال قل يا رب سلم سلم، قل يا رب سلم سلم. وصلى الله وسلم على رسول الله.